ردولنا كده الجهاز الفني والإداري لفريق النادي الأهلي عشان برضو نعرف الناس مين الجهاز الفني، الناس اللي شغالة برضو. يعني كابتن أحمد عبد الظاهر زي ما قال الدكتور أحمد ثابت تولى المهمة بعد رحيل الكابتن محمد شرف، واحد برضو أيضا كان مدربين المميزين زي ما احنا شايفين. الجهاز الفني كابتن أحمد عبد الظاهر المدير الفني، كابتن احمد جلال مدرب العام، كابتن خالد عثمان مدرب حراس المرمى، كابتن محمد راشد مدير اداري، كابتن علاء مامون طبيب الفريق، عمرو الشعراوي مدرب احمال، كابتن عبد الحميد حسين مدلك. دي قائمه الجهاز الفني. وعايز نقطه تانية، قائمه الهدافين لفريق الاهلي مواليد 2003، وما شاء الله شايفين تنوع. يعني علي نادر 7 أهداف، سمير محمد 7 أهداف، ميدو نبيل 6 أهداف، عبد الرحمن شريف 3 أهداف، عبد إبراهيم عبد الحكيم 3 أهداف، محمد وائل 3 أهداف، إسلام عبد الله 3 أهداف، محمد أسامة 2 أهداف.